صباح النور، صباح الخير، صباح السعادة والتفاؤل والأمل، صباح الفرح، صباح كل حاجة جميلة على أحلى وأغلى أخوات وأخوان عليا. عزت على قلبي بزاف، كنت فرحوا فيا واحد واحد اللي راكو تطلعوا على قناتي وتفرحوني بتشجيعاتكم وتعليقكم. إن شاء الله ربي يحفظكم كامل. اليوم جبت لكم روتين رائع، راح نبدأ بالخبز، خبز الدار ولا خبز مطلوع ولا خبز الكوشة، بصح يطيب في المقلة رائع. سبق لي وتقاسمته معكم، ممكن نحط لكم الوصفة إن شاء الله الفوق ولا في صندوق الوصف. هنا راكو تشوفوا الخبز تاعي ديجا بديت به خمر، ديروا مباشرة على نار قليلة باش يطيب، باش نكملوا إن شاء الله تحضيرات باقي الروتين، يعني باقي الغداء تاعنا تاع اليوم راح يكون غداء بدون لحم. وانا كي ندير غدا بدون لحم سيغتو لازم ندير له خبز تاع الدار سيغتو باش نغمسو شوية تجي ماكلة بنينة. الله الله، هنا عندي شوفلاغ اللي نقيتو معاكم اليوم اللي فاتو ودرناه في الجدار، قلت لكم ما نطولش عليه، 3 ولا 4 ايام برك في الجدار ونطيبو. انا غليتو في الماء والملح وقطرتو خليتو برد، راح نديرو بالبيض. وعندي لي فخيت تاع الدار، راح ندير بطاطا تاع الدار، يعني هذيك البطاطا تاع زمان اللي نديروها خشينه تجي حلوه. الله الله، وكلا فريمون بزاف بنينه تاع وقتها. هذا وقت البطاطا، وقت الشوفله كلش رخيص. احسن طريقه البنات لتقطع البطاطا هي انكم تقطعوها سور لا بلانش، تحقوش كامل هذيك الاداه تاع لي فخيت، باسكو الا قطعتوها يعني بين يديكم بلا ما تحطوها في لابلونش ما تجيكمش مصقمه كيما اللي نشوفوها في لي ريستورون، ما تجيش فريمون منتظمه. شوفوا البنات تجي الله الله، تقولوا قطعتوها في ماشينه. يسيفي جوست تغسلوا البطاطا تاعكم مليح، تقشروها، تعاودوا تغسلوها اون دوزيام فوا، تخلوها تقطر مليح باش تنشف من هذاك الماء. وكي تنشف مليح تجوا تقطعوها بالموس مباشره فوق هاد اللوحه ولا فوق اي قطعه عندكم، سواء تاع حطب ولا تاع بلاستيك كيف كيف. هنا راني راح نقطع هاد الكميه كامل تاع البطاطا، نقطعها شويه خشينه، نعرفوا كامل البطاطا تاع هاد الوقت تاع الخريف تجينا حلوه بزاف، تجي من الداخل بيضة، تجي حلوه بزاف، دونك تذوب في الطياب. كي طيبوها البنات ما لازمش تحركوها ولازم تقطعوها شويه خشينه باش ما تجيكمش كامل مفتفته ودايبه وحدها. هذه هي السر تاعها، وتجي فريمون بزاف بنينه، ما تشبعوش كامل منها. سي بوغ سا اللي درت معاها الخبز تاع الدار، يجي الله الله خبز من المره الاولى اللي جربته عجبني بزاف، ولا معتمد عندي. بصح انا بدلت شويه في لاغوسات، وليت نديرها بشويه حليب، تجيني فريمون بزاف بنينه. انا نبدا طياب تاع لي فخيت. هنا المطلوعه ولا الخبزه تاعي الاولى راهي طابت، كش نعرفوها بلي طابت من تحت، كي نتوشوها هكذا من الفوق نلقاوها ناشفه ما تلصقش في يدنا. جيبو موس ولا فرشيطه ولا اي اداه ونحبطوها هكذا فوق طبسي ولا اي حاجه، ونعاودو نقلبوها هكذا على المقله تاعنا. ولا كاينه طريقه واحده اخرى، تحطوا المقله تاعكم وترفدوا الحبيبه تاعكم بيدكم كيما راح ندير. هذه للمبتدئات، شوفوا البنات نرفدها وندورها مباشره، شوفوا ما شاء الله طيبه مثل الكيكه من تحت. كل المقلات كانت مدهونه بشويه زبده ولا مارغرين اللي متوفر عندكم. شوفوا البنات تجينا حميم مره، الله الله. وسورتو هنا راكو تشوفوا راني طيبها غير فلاك خبير، يعني ما عندهاش جناب عاليين هكذاك، وما تجينيش رقيقه بزاف، تنتفخ الله الله، باسكو مخدومه مليح ومنفوخه على 3 خطرات. وصدقوني في اقل من ساعه يوجد هذا الغداء ويوجد الخبز، الله الله، وتفرحوا عائلتكم. لازم برك تكونوا منظمين في الطريقه اللي تحضروا بها. هنا راني نقطع لي فخيت غير بشويه، ونقلي درت المقله الاولى راه يطيب او ميم طون كل خبز، وانا نقطع الكميه الاخرى باسكو ما شاء الله يعني ناكلو كي نديرو هذا النوع تاع البطاطا ناكلو منها بزاف، حتى الا قعدت لي في العشاء ندير عليها البيض ولا تشكتوكه ولا تجي فريمون بزاف بنينه. بعد ما كملت كامل هذاك البطاطا نجي باش نقلي شوفلا، بصح كون ما عنديش الوقت بزاف كيما قلت لكم راح نعاود نقطع هاد الشوفلا ميم سي طيب على قطع شويه صغيره باش ندير فطيره تاع شوفلا بالبيض. طريقه سهله بزاف خير ملي ندير لي بوكي كل حبه وحدها، يعني باقا تاع شوفله يشد لي وقت بزاف، يشد لي اليد. وشكون اللي كامل يطيب الخبز؟ شكون اللي يدير سلطه؟ شكون اللي كامل يفقيد ولا يغسل المعن ولا؟ دونك باش نكمل الضربه واحده ندير مقله واحده مباشره هكذا، يعني نكون هانيه في راسي او ميم طون نفس المذاق، حاجه ما تتبدل تبع غير الطريقه، وصدقوني ما تندموش عليها. هاي لك الخبيزه الاولى البنات طابت ما شاء الله، هاي مازالها سخونه تحمرت الله الله من الجهه الاخرى. برك بيان سور ندير الخبيزه الثانيه طيب كي
كيما راك تشوفوا راهي تفخد الله الله. هذه غير مقله عاديه، مقله رقيقه ماشي كامل كيما طاجين ولا ثقيله هكذاك، وراح نديرها عادي بدون ما نزيد لها اي اضافه، نديرها على نار تكون قليله. هنا مباشره نبدا نكسر البيض تاعي كيما راكم تشوفوا، عندي هنا 6 حبيبه تاع بيض ماشي كبير بزاف، وانا عمدا نحب نكثر فيه البيض باسكو البيض غني بالبروتين وغني بالفيتامينات، غني كذلك بالحديد للانيميا، مليح بزاف سواء للكبار والصغار. وكم الوجبه تاعي تاع اليوم ما فيهاش لحم، دونك عمدت نكثر فيها شويه بيض. ضروري تاني ديروا معها جبن مثلثات الداخل، ديروا الثوم، ديروا الاعشاب، ديروا الحاجه اللي نتوما تفضلوها. راح ندير شويه ملح قيس هذاك البيض، ندير شويه فلفل كحل، انا كما تعرفوني نحب ندير فلفل ابيض لانه الاكحل يكون شويه حار بارابور البيض على الاستوما تاعنا، ميمسي ما نفيقوش به في الذوق بصح يجينا حار ومضر للمعده. هنا عندي خليط تاع توابل منسمه واعشاب منسمه، خليط مكسي كي جبته لاختي الله يحفظها، وملي جربته عجبني بزاف، في اعشاب مقطعه قطع صغيره والتوابل مرحيه على شكل قطع صغيره، واش فيه المعدنوس، فيه كزبره، فيه كمون، فيه كركم، فيه تحميره، فيه فلفل كحل، فيه الثوم، يعني فيه كامل الاعشاب اللي نستعملوها بشكل يومي. هنا نجيب تقريبا 2 ملاعق اكل تاع حليب، حليب عادي كما نقدر نعوضوها بالقشطه او بالكريمه، انا نحب ندير الحليب، واللي ماشي متوفر عندها دير 2 مغارف تاع الماء، يعني هاد الاضافه تخلي البيض تاعنا يجي اخف وما يقهمناش كي ناكله. نجيب المقلاه اللي نطيب فيها البيض عفوا، دير فيها تقريبا 2 ملاعق اكل مملوءه من زيت عادي هكذا كيما راكو تشوفوا. هيلك الخبز الثانيه البنات راهي طابت الله الله، مقرمشه من الفوق بصح غير نخلوها واحد 2 ولا 3 دقائق تبدا تبرد. شوفوا البنات الزيت بعد ما حطيته سخن باش نحط عليه هذاك الشوفلة باش ما يلصقليش، لازم ديما نسخن المقلة تاعي بالزيت بيان سور، نسخنها على نار قليلة باش ما تتحرقليش هذيك الزيت، ونفرش نصقم مليح هذاك الشوفلة، ونجي ندير عليه البيض كامل صاير داير، لازم يكون البيض على كامل الكمية تاع الشوفلة. هنا عندي 2 ريسان صغار تاع الشوفلة، نقيتهم ديجا معاكم، الريسان كانوا غير صغار دونك كثرت مباشرة 2 ريسان. تقدروا تزيدوا المعدنوس، تزيدوا الجبن، تزيدوا أي حاجة نتوما تحبوها. حنغطيها ونديرها على نار قليلة. هنا مباشرة نجيب موس ولا سكين مسنن ونبدا نقطع في الخبز تاعي، خبز الدار يجي خفيف ما شاء الله، باش نحكي لكم والله العظيم نهار جربته ولا ما يخطانيش، واللي تحبست كامل الوصفات الاخرى تاع الخبز واعتمدت على هذا باسكو فيه السميد ماشي غير الفرينه، اميم طون يطيب في المقلاه بسرعه. وشوفوا البنات خفيف خفيف الله الله، وحلو ما شاء الله، ما تشبعوش كامل منه، وسلتو انا مع نديرو بكاس حليب يجيني من الداخل اخف ويجيني بريوشي وحلو بزاف. اوليك انا كل ما نطيب الخبز هكذا ما نخليش هكذا كي طرا، ما كل واحد يقطع كيما يحب، نحب هكذا ديما نقطعو على شكل مثلثات. هاي ليك ديجا كنحطوه في الطبق تاع الخبز يجينا شباب، وميم طون سورتو على جال الاطفال باش ما يخسروش. وبيان سور الكميه اللي نحب نديرها الكونجيلاتور غير تبرد نديرها مباشره في اكياس ونديرها في كونجيلاتور. شوفوا البنات شحال يشهي وخفيف رطب والله العظيم غير خفيف قطن، جربوه وما تندموش عليه، يا اما ديروه في مقله تكون شويه صغيره ويجيكم خبزكم عالي بزاف، يا اما ديروه هكذا في مقله ماشي عاليه بزاف ويجيكم خبز متوسط. شوفوا ما شاء الله هكذا وتقريبا سنتيمتر ونصف يعني ما شاء الله. هذه الثانيه نخليها حتى تبرد ان شاء الله باش نقطعها. بالنسبه للفطيره تاع الشوفلا كيما راكم تشوفوا راهي طابت من التحت، بدات لوملات تاعي تبان من الاطراف باللي راهي بدات طيب، بيان سور في الوسط مازال ما يعني مازال يعوم، مازال البيض تاعي ماشي طايب. هنا نجيب مقلات كيما راكم تشوفوا، نجيب عفوا صحن بلا ونقلب عليه هذيك الفطيره، ما تخافوش كامل منها، ممسي في الوسط ماهوش طايب البيض بصح راح يولي طيب. هنا نعاونها بيدي شويه نحبطها بيان سور ونسقم كامل هذوك الاطراف، هذاك البيض السائل ما نرميهش، نجيب هنا منديل ونمسح الاطراف تاع المقلاه باش ما توسخليش لا كوزينيير، وانطون باش ما تتحرقش في الطياب، ونسقمها كامل هكذا بهذه الاداه ولا بملعقه او فرشات باش تجيني دائره تكون مسقمه، ونضغط عليها شويه باش هذاك السائل اللي كاين الداخل يحبط ويطيب لي البيض الله الله. كوك انا شخصيا ما نحبهاش تجي ناشفه من الداخل، نحب البيض يجي سائل شويه يكون صحي اكثر.
هاوليك الخبز تاعي البنات، قطعت الحبيبة الثانية، جا ما شاء الله جا خفيف رطب، الله الله، وسورتو جا طيب مليح ومحمر. هاد الحبة الثانية منش حنستهلكها اليوم، راح نديرها في الفريجيدار في ساشي باش نستهلكوها ان شاء الله غدوة صباح. تحبوش يبات برا لا يقراص ولا سورتو مع السخانة. انا الفطيرة تاعي تاع الشوفلاغ راهي واجدة، ندير عليها شوية تاع لو فرماج غابي كيما راكو تشوفو، تقدروا ما ديروا والو، انا نحب ندير عليها شوية فرماج غابي هكذا باش يدوب عليها. هنا عندي غير فرماج غابي عادي دو لي مونطال، بصح الا عندكم موتزاريلا ولا شيدار ولا يعني تدوب اكثر وتجي مطاطية اكثر وتجي الله الله. هاي اللي قدرتو عليها كامل، وهذيك البطاطا الله الله خليتها طابت تحمرت ما شاء الله، واش نحكي لكم، جات فريمون تشهي، جات مع السلام. وهنا ما زلت راني طيب في لي فخيت، غير باش نقول لكم انا عندي شرائح تاع الشيدار ولا زوج جبن الساندويتش، راح ندير بها كميه من البطاطا على شكل بطاطا افيك لو فرماج راكليت، ما عنديش لا راكليت هاد الخطره، راح ندير غير بهاد النوع تاع جبن الساندويتشات. عندي كميه من البطاطا راهي سخونه، غير كيما نحيتها من المقله ندير عليها الجبن باش تدوبلي عليها. هنا نقطع كيف كيف على شكل مثلثات الفطيرة تاعي تاع الشوفلاغ بالبيض كيما راكو تشوفو، جات ما شاء الله جات تشهي، ونديري طيبنا كل حبة وحدها، وصدقوني الذوق لا يتغير، تجي ما شاء الله حتى كي تبرد تاكلها وتستبناها. هنا زدت كمية واحدة أخرى تاع لي فخيت فوق هداك الشيدار أو شتو هذاب، زدت عليه مباشرة جبن واحد آخرين المرة الثانية هكذا على جال أطفالي. كما تقدروا ديروها فوق فريت تكون باردة وتدخلوها ميكرووند ولا للفرن وتذوب الله الله. هذه هي الأطباق تاعي لنهار اليوم، نتمنى إن شاء الله هذا الروتين يكون خفيف ظريف على قلوبكم، نتمنى إن شاء الله ديروا لي جملة فيديو إلى عجبتكم، اشتركوا في القناة لي زوني لأول مرة، تهلاو في روحتكم أحبتي، سلام.